الا ان ظروف القاهره للسيد رئيس الشعب الملاهي وفد مناطق كنت ندير لك فيها اكسبريسو ما باش تعرفي وتفهمي كيف الانسان هو اصلا معتاد إنا أنزلناه في ليلة القدر هدايا باش نكرموا الائمه توفوا باش نكرموا المتوفين في القران انا حبيت نحكمهم عييت فيهم ما بين جايه مش انت شطريه البرنامج الثقافي والفني لشهر رمضان الكريم ارتأت مديرية الثقافة إحياء هذه الليالي مع في الساحات العمومية التي تحمل رمزية ثقافية رمزية تراثية لمناطق الظل وعلى شرف هذا الحفل كان حفل ختان جماعي للأطفال نحن كمجلس شعبي ولائي ارتأينا أننا نكون مع المواطن نحس به فطرنا معهم في الميدان لأن هذا وعد قطعناه على أرواحنا تنفيذ لتعليمات رئيس الجمهورية إن شاء الله بالتكافل من أجل إنجاح الجانب الثقافي والفني واحياء التراث الوطني للجزائر والجزائريين. وحابين بهذه المناسبه الخروج عن المالوف من القاعات ومن الصالات الى الواحات والى قصور فركان العريقه لتشهد عندنا مسجد راكم تشوفوا فيه هذا عنده الاف السنين. مسرحيه تحت عنوان جميله، مسرحيه من تاليف علاوه حسان واخراج عابل بوشمه. هذه المسرحيه مدعمه من طرف صندوق الدعم لوزاره الثقافه.